رفعت الراية البيضاء لحظات قليلة، فتحت البوابات، اندفاع لجياد وأفراس الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها متنافسة في شوط على مسافة الميل وربع الميل. وكأس نيوزيلندا واستراليا قيمة الجائزة 150 ألف ريال. يبدأ الاندفاع بريفونتاين في المركز الأول، الآن يتقدم الرقم 6 فيما من المسار الداخلي، بلوبيرت كاسل في المسار الداخلي يتقدم الآن للمركز الأول، فيما القادم جديدا كونكليوجن في المركز الثالث في منافسة قوية تجمع هذه الأسماء في منافسة كبيرة. إذن التقدم يأتي أيضا من بريكفيلد على ما يبدو للمركز الثالث مع تقدم بلوبيرز كاسل للمركز الأول من المسار الداخلي، بريفونتاين في المركز الثاني من المسار الخارجي. في ظل هذا القدوم من بقية الأسماء مشاهدينا الكرام، 6 أسماء متنافسة على كأس نيوزيلندا واستراليا، 6 أسماء تحاول أن تحافظ وتقدم نفسه بشكل جميل مع هذا التقدم لبريفونتاين من المسار الداخلي. الآن يتجه للمسار الداخلي، يتقدم للمركز الأول، وأيضا بلوبيرد كاسل في المركز الثاني من المسار الخارجي مع هذا الحضور من بريكفيلد. أيضا كتيبة الأحمر قادمة عبر بريكفيلد وأخومباري، وأيضا كونكليوجن في المركز الخامس، فيما المنافسة الثنائية ما بين بلوبيرد كاسل من المسار الخارجي وأيضا بريفونتاين يتقدم في هذه الأثناء. يندفع بريكفيلد، يندفع بالشعار الأحمر للمركز الثالث بينما بلوبيرز كاسل. إذا بريكفيلد بقوة بشوط القوة، شوط القوة وكأس آسيا ونيوزيلندا واستراليا بالأحمر بكل قوة. بريكفيلد، بريكفيلد الاسم الأبرز، يصل أولا إلى خط النهاية. ما شاء الله تبارك.